لا لا يا شهيد. الله يسبقك. بشوش علي مش كده يا راجل بحنية. لا لا مش كده. تشوف بيتنا الليلة. حمي نفسك بقى يا راجل. بعدين معايا. انت ما بتتحدش. وحياة أمك لخليها ليلة صدى فوق دماغك. مالك يا اختي واكله في نفسك ليه؟ هو حد داسلك على طرف؟ هو جو سيمو الصيف اللي جوه ده مش هيخلص ولا ايه؟ جرايا يا حاج ايه؟ ما تزقيش الباب كده لا ياخد لطشه هوا، اصل الاوضه مولعه على الاخر وهو سخن قوي. ده انا اللي هولع فيكي لو ما تلمتيش يا نعمه. جرايا بت مش عارفه تمسكي نفسك الكام يوم اللي انا قاعداهم عندك ولا ايه؟ ده احنا حتى في رمضان والمسحرات بيلف. لسه بدري قوي يا حبيبتي على الفجر. ثم ده حلالي بلالي، نصيبي اللي ربنا كاتبه لي، اقول له انا بقى لا؟ الهي حل وسطك يا بعيده. بقول لك ايه يا سميح؟ لو الصوت تعبك يا حبيبتي حطي على ودنك مخده، ولو اتحريتي خشي خدي دش ساقع عشان تهدي. ربنا ما يكتبوا علينا. مستعون الستات يا اخويا دول مجانين، مستعون الستات يا اخويا دول مجانين، مستعطر بالستات يا اخويا دول مجانين، الستات يا اخويا دول مجانين، ما هي عليك يا اخويا. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة يا حاج. امال فين الناس؟ الست انهار اتعصبت على الست هدى وكل واحده راحت اوضتها، والست سامحه انت عارف. طب يلا روحي كملي نوم عشان تقومي تصلي معانا الفجر كده، ربنا يتوب عليكي. حضر لك السحور. لا ماليش نفس، روحي انت يلا. امرك يا حاج. الامر لله. نروح عند مين بقى الليله دي؟ نروح عند مين؟ عادي بادي كرنب زبادي شالوا حطوا كله عادي. يا حاج يا حاج اصحى يا حاج اصحى يا حاج يلا. الساعة كام يا هدى؟ الساعة 10:30 ان شاء الله. يا هدى بتصحيني دلوقتي ليه؟ انا قايل لك على صلاة الظهر. مش كفايه منيماني بعد الفجر؟ يقطعني يا حاجه غصب عني والله، بس في ناس مستنيينك تحت. ناس؟ ناس مين؟ السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا اهلا بيك. لا مؤاخذة يا حاج صحيناك بدري، أصل سميحة ما نامتش طول الليل عشان مزعلاك، ولما هي حكيت لي أنبتها وحلفتها 100 يمين ما تعمل كده تاني. ما هو أنت لو كنت علمتها يعني إيه عيلة؟ وات. ويعني إيه دم وصلة رحم؟ ما كانتش هلفطت بالكلام اللي قالته ده. حقك عليا. أبوس إيدك المرة دي، خدها على ضمانتي. هي الليلة اتضربت ولا ايه؟ شش انت هتسيح ولا ايه؟ شكلها كده اتضربت، انا اصلا بعتها لك عشان كده. ايوه يا سيدي، ما هي قامت بالواجب، اعتقني بقى لوجه الله ونعم بالله لا اله الا الله عشان خاطرك انت المرة دي. اقول لك ايه؟ ما تكمل جميلك عليا وتجيب واحدة تانية. واحدة تانية؟ انت عايزني اتجوز واحدة تانية على بنتك ولا ايه؟ يا نهار اسود ومنيل ب60 نيلة؟ كرا يا بابي، هي انت بتقول ايه؟ ما بقولش حاجة، اسكتي. ايه الفضايح اللي انت بتعملها دي؟ امال ايه واحدة تانية دي؟ واحدة فوسفور من اللي بتنور. هي ايه اللي بتنور بقى؟
بقول لك ايه؟ ما تطلعي لعيالك، انت واقفه مع الرجاله ليه؟ اطلع يا حاج. اطلعي. يلا. اطلعي يا مهدبه. اطلعي يا خلال. اطلعي يا متربيه. يلا. كويس يا ابني، أنا شطبت، البت عملت كل حاجة وأنا مفيش، ولما ها بدأت مراتك طبت علينا زي القضا المستعجل، كل شيء راح. كله؟ كله. لا حول ولا قوة إلا بالله. خالص؟ خالص. يبقى أنت مالكش غير حل واحد. الحقني بيها، أنا في عرضك. عيني الكتكوت. تاخد حباية؟ لا مش ده. ايوه تاخد حبايه ترفع وتدعيلي. امال التاني ده ايه؟ وانت مالك انت ومال التاني؟ ما تخليك في اللي معاك. الله ما يوقعك في ضيقه ولا يقصر رقبتك ابدا يا قادر يا كريم. بقول لك ايه، معكش حاجه للشعر؟ يا عم معيش. خلاص بقى انت داخل يا جزء خيانه. لا اله الا الله، حكايه يا عم شاهين انت. يا لهوي، ايه هقول يا ناس؟ الولية تعلم على جدتك بشبشبي، عارفه؟ هنزلوا عليكي نصايل بسات. يخرب بيت ابوك، الولية كمان. يا لهوي يا اختي صبح. لا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله. في ايه يا اخوات؟ ايه اللي بيحصل ده؟ انا يا رمة تجيبي سيره اخواتي على لسانك؟ عايزه تقلبي الراجل عليهم؟ عايزه تولعيلي في البيت وتكوشي على كله؟ اختي عليكي يا انهار، انا برضه اخش ذلك يا اختي؟ لا يا اختي ما تعمليش كده. ايه يا انهار؟ ليه كده يا اختي؟ يا اختي وقعي من وشي انت كمان؟ ايه الولية كمان اترسمي؟ يخرب وحياة امك لكم مبلغة عنك العسكري عشان يجي ياخد ياخدك على السجن ويحط في ايديك الكلام. مش كده العسكري ده علشانك يا رنة، يا خربت البيوت العمرانة. يا لهوي يا ناس، مش كده مش كده. الحاج لو جه والمصحف لا يرمي علينا اليمين. يا اختي يا رب يعملها، يا رب يا اختي عشان تتبطل متشعللة دي على طول. يا اختي اسم الله، يا احنا ايانا اسم الله عليكي. ده انت لو تطولي يا اختي تولعي فينا كده نوبة واحدة كلنا، كنت عملتيها يا انهار عافاكي كويس. انا يا حقنة، انا يا بوتاجاز مشعل اللي هيولع في البيت وياكله زي العته. يا جزمه يا لمه، انا عته؟ انا عته يا اختي اللي ما تسويش في سوق الحريم ريحه الجته. يا لهوي يا اخوانا، حرام عليكم، هتودونا في داهيه. ايوه يا اختي فحصني يبان اصلي يا واطيه يا رنه. معلش يا نهار، معلش يا اختي، بسامح كريم انت العقله. لا انا بقى مش عقله ومجنونه، وهطلع جنني على جتتها. جني لما يلخبطك يا بيئه يا تلقيحه. لا وواطيه، واطيه قوي وهتشوفي. استنى على بالك، عارفه نفسك يا اختي؟ شفتي طولة لسانها؟ لا لسه، وايديا ورجليا يا جزمه. لا ما ينفعش كده يا ست انهار، ده حتى الست سميحه بتحبك قوي. قولي لها يا زينب، شايفه يا اختي معدتك في القلب. شايفه الوليه الكذابه المنافقه. يا لهوي يا لهوي، الحاج يا اختي الحاج. اسكتوا اسكتوا، مش عايزه اسمع ولا كلمه. الو. ايوه يا حاج. ايوه يا اخويا، الحمد لله احنا كويسين. انهار؟ انهار يا اخويا موجوده اهي، كويسه وزي الفل، وسميحه كمان اهي. ما بيردوش على التليفون يا حاج؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي، انا تليفوني فوق. معلش يا اخويا، اصل احنا كنا لسه ختمين القران حالا وكنا عاملين الموبايل صامت. يا اخويا، تيجي بالسلامه، تيجي بالسلامه يا حاج، مع الف سلام، مع الف سلام. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. حرام عليكم يا اخوان، حرام عليكم، خليتوني اكذب.